يسعد صباحكم عن جديد. بيقولوا من شب على شيء شاب عليه، يعني الطفل لما بيتعلم على بكير انه ما يكب ورقه بالشارع وما يقطف ورده حيترسخ الشيء بشخصيته مع الوقت ومن صغره. تماما، تربيه الاطفال كثير مهمه وتنشئتهم تنشئه صحيحه. لهذا السبب اليوم تم تنظيم مبادره تحت اسم البيئيين الصغار، وفيها كثير من النشاطات والفعاليات يلي بتضمن بناء صداقه بين الطفل والبيئه. لحتى نعرف اكثر عن هي المبادره صار معنا بالاستديو ميسم حمادي، معاون مدير البيئه والقائم على مشروع البيئي الصغير، وميرفت حاج علي، مشرفه على نادي البيئيين الصغار. يسعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا فيكم معنا لليوم. صباح الخير لكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه خليني بلش معك استاذه، شو هي اهداف مديريه البيئه وشو هي النشاطات اللي عم تقوم فيها اليوم؟ تمام. هلا مديريه البيئه كل العالم بتقول انه شو هالمديريه هي تماما، شو يعني شو بيساووا شو بتساووا خبرونا اليوم شو بتساووا كمشروع. فنحن هلا نحن اول شيء انا حتى انا كنت واحده من هالعالم على فكره، لحتى فتت وشفت انه قد ايه مهم نحن نحافظ على حياه المواطنين وقت اللي بنأمن لهم بيئه نظيفه خاليه من التلوث. طبعا فنحن هدفنا الاساسي بمديريه البيئه هو حمايه البيئه لتامين حياه نظيفه للمواطنين، لانه البيئه النظيفه هو مطلب اساسي للعيش لكل مواطن، يعني هو مثل مثل الغذاء، مثله مثل الماء، مثله مثل اي حاجه اساسيه للعيش. يعني انت وقت اللي عم تشاركي لحتى توعي هذا الانسان باهميه الحفاظ على البيئه، انت عم تقولي له هيك مشانه هو، مو بقى منشان اي شيء ثاني. فنحن هدفنا الاساسي هو حمايه البيئه او تامين البيئه نظيفه خاليه من الملوثات كلها او من الاضرار اللي ممكن تؤدي لتلوث البيئه، وهذا اللي بيشكل كثير خطر على حياه المواطنين وحتى ممكن يهدد بالانقراض على فكره اذا نحن استمرينا انه لا سمح الله بهذا الموضوع. لذلك نحن عم نلجأ بإحدى المهام مديرية البيئة. طبعا مهام مديرية البيئة كتير كتيرة، بس نحن من إحدى طبعا إحدى هذه المهام هي النشاطات والمبادرات يلي عم تقوم فيها مديرية البيئة بشكل يعني جهد شخصي، عرفتي كيف، خلال فريق اسمه فريق التوعية البيئية. هذا الفريق نحن عم يطلعوا بشكل دوري، اول شيء ندوات ثقافية بالمراكز الثقافية، ثانيا من خلال حملات التشجير وقت بيكون في تنسيق مع المخاتير والمجتمع الاهلي والجمعيات الصديقة للبيئة، يعني في كثير ناس مهتمة بهذا الموضوع، لحتى نحن نعمل حملة نظافة للمكان معين او حملة تشجير ونوعي المجتمع، ونحن عم نشتغل مع بعض قد ايه مهم نحن نحافظ وقد ايه ضروري نحافظ على هذا المكان وينبسطوا انه هذا المكان صار لهم يعني بالحي. الشغلة الثالثة والأساسية اللي هي نحن اتجهنا ووجهنا هدفنا وركزنا أكثر شيء على الفئة اللي بتشكل الفئة الأكبر يلي هي الأطفال واليافعين، فلذلك نحن اشتغلنا على مشروع البيئي الصغير، سواء البيئي الصغير الصيفي وحتى البيئي الصغير المدرسي يلي نحن كمان كانت أول سنة بتشتغلوا مديرية البيئة هاي السنة البيئي المدرسي، هلا بنحكي لكم عنه بالتفصيل. أكيد يعطيكم ألف عافية. فعلا نشر الوعي والثقافة للحفاظ على البيئة هو راجع ل المواطن، راجع للشخص اللي عايش بهذا المكان او حتى بالبلد. رح ننتقل عندك استاذه ميرفت ونحكي عن النشاطات بنفس الوقت والنادي الصيفي البيئي، خبرينا اكثر امتى الافتتاح وشو التفاصيل اللي نحن حابين نعرفها منك. هلا نادي البيئه هو مشروع، هو بنيه تربويه توعويه، بنهدف دوما لزرع الثقافه البيئيه، زرع التوعيه البيئيه من خلال هي الشريحه طبعا الاطفال. هلا الاعمار عم تكون عندي من 6 سنوات ل 12 سنه. كثير حلو انه سلط الضوء على هي الفئه، علمهم من خلال فيلم كرتوني، من خلال قطع متواجده بالمعرض، عم يتفاجئوا بمبنى المديريه انه نحن في عندنا معرض. هدول الاطفال اللي عم ينتسبوا لهذا النادي عم نعلمهم مو بس انا توعيه بيئيه، عم علمهم كمان ثقافه اعاده التدوير، اللي هي بنتمنى لها من خلال تواجدنا معكم تتعمم، مو بس على هي تتعمم هي الثقافه. تمام. طبعا يعني مو بس على الاطفال، هي ثقافه فرز النفايات. هي تمام للحفاظ على البيئه، لنخفف العبء من التلوث البيئي. كمان عم نسلط الضوء انه خلينا نستخدم الطاقه النظيفه من خلال انه لما انا بعلمك معلش خليني اعطيك ورقه، اعطيك قطعه كرتون تستفيد منها هي المخلفات، تعمل منها اشياء كثير حلوه. لما عم علمه شو يعني طاقه بديله كمان من خلال التوعيه، صار عنده هيك حب وشغف
انه نحن في عنا طاقات نظيفه نوصل نحن وياهم والمجتمع لبيئه مستدامه. فكتير حلو وجود النوادي البيئيه، كتير حلو. حتى بدنا نحكي لكم عن النوادي المدرسيه انه نحن عم نتابعك. هي النوادي المدرسيه امتى عم بتكون؟ الهدف منها شو عم تقدموا؟ تمام، هلا اول شيء خليني اقول لك نحن بننتهي بالنادي الصيفي، حيتم افتتاحه وحنعلن هلا يوم الخميس. الخميس ان شاء الله يا رب نحن وانتم بخير وهالاطفال نقدر نقدم لهم هي الافكار، نقدر نصل نحن الخميس. اي ساعه؟ الساعة 10 صباحا. تم تسجيل واقبال كثير كبير. مين بيقدر يتوجه؟ شرائح المجتمع كافة. كل المجتمع، كل المجتمع. الاطفال بيقدروا يسجلوا بالنادي. التوجه لوين؟ مديرية البيئة، شرق التجارة، جانب حديث الفيحاء. تماما، هو نادي مجاني. اوكي تمام، هي اهم نقطة. طبعا مجاني، بتقيمه مديرية البيئة لانه احنا في عنا هدف من هذا النادي. تماما، هدفنا انه توعية الاطفال بالبيئة الصحيحة. تمام. اذا بدنا نحكي عن عمل مديرية البيئة، شو هي الشغلات يلي عملتوها هي السنة مختلفة عن السنوات السابقة؟ هذا هو النادي البيئي المدرسي، هو اللي كان مختلف عن السنوات السابقة. فوقت اللي اجينا وشفنا قديش كان في اقبال بالنسبه للاطفال للنادي البيئي الصيفي. هلا النادي البيئي الصيفي عم يكون في حصص زراعيه، عم نعلم الاطفال كيف يزرعوا نبته، كيف يمسكوا التراب، بصير في عندهم ثقافه حب الارض. حب، يعني بصير بحافظ كل طفل على النبته الخاصه فيه، وهي النبته كل واحد يسميها طبعا، وبيعرف شو هي صفات هي النبته وكل القصص عن النبته. يعني هي الحصص الزراعيه، حصص اعاده التدوير، طبعا حكينا عنها كثير، حصص اعاده التدوير، استفاده من المخلفات البيئه بالطريقه الامثل، حصص توعيه نظريه طبعا عن طريق فيلم كرتوني، ممكن بيكون عن طريق المشرفات. ايضا السنه في عنا شغلات جديده بالنادي البيئي الصيفي، مثلا تم التنسيق مع مثلا حكواتي، نحكي لهم قصص عن البيئه. تمام، يعني من خلال الصندوق تم التنسيق مع الجمعيه الفلكيه السوريه كمان لحتى تعطيهم معلومات مفيده للاطفال. صحيح. تم التنسيق مع الاثار والمتاحف كمان حتى نعلمهم بالاثار السورية واهميه الحفاظ عليها. بقى نحن عم نحاول انه قدر المستطاع انه اي شيء ممكن نستفيد منه، بس حتى نقدر نوسع دائره التوعيه البيئيه عند كل المواطنين مو بس عند الاطفال. وشو ما كان يكون الوسيله، يعني نحن حابين نلجا لاي شيء، يعني عن طريق مثلا هلا مثلا عن طريق قناتكم، مثلا عن طريق الدراما مثلا. ليش نحن ما ندخل هذا الموضوع بدراما مثلا؟ لانه كثير هي ضروريه لحياه المواطنين، تزرع ثقافات طبعا عن طريق مثلا الطفل. طبعا فيلم وثائقي مثلا، او عن طريق مثلا الاعلانات. يعني نحن بتذكر ايام زمان، بتذكروا انه كانوا كل شوي يعطونا دعايات او اعلان عن الحفاظ على البيئة، شيء عن جره الغاز، وتتذكروا وقت كنا صغار. فكتير حلو هلا هي الدعايات والاعلانات، كثير هي الدعايات ما عاد شفت مثلها. يعني انه يا ريت نرجع مثلا اعلانات بالطرقات او حتى على التلفزيون قد ايه مهم التوعيه البيئيه لحتى تضمن حياه او استمراريه المواطن. حياتك للمواطن طبعا انا عم بحكي. تماما، يعني ان شاء الله هيك من خلال هيك اليوم قناتنا فعلا بيتم التعاون، ان كان حتى ب طبعا يا ريت مؤسسه طبعا الدعايه والاعلان اكيد، ومديريتكم فعلا لحتى نساعد ونرجع نذكر طبعاً المواطن والاكيد الطفل بهذا الموضوع. رح نحكي عن الاطفال، الفئات المستهدفه اللي هي قادره تسجل عنكم من اي سنه لاي سنه، كل يوم يوميه من اي ساعه لاي ساعه، هي تفاصيل كثير ممكن تهم كل ام تسمعنا. قلنا نحن من خلال تواجدنا معكم نخبر الاطفال والاهالي طبعا، لانه نحن للامانه عانينا بقصه. اوكي، نحن هلا حاليا بنسجل من طفل من 6 سنوات ل 12 سنه. 12 سنه بس نحن في قصه عانينا منها. شو هي؟ انه في طفل عمره 8 سنوات للاسف عنده اخ عمره 5 سنوات او 4 سنوات بده يجي معه. طب اوكي، نحن بتعرفي هي الشريحه صغيره شوي بالعمر، يمكن ما يستوعب يعني شو يعني توعيه. فالشغله الحلوه بمديريه البيئه والفريق طبعا موجود. بدي وجه لهم الشكر تبع التوعيه والشكر لفريق اعاده التدوير. في فيلم كرتوني لما بتعرضي له هيك قصه صغيره انه الدمية عم تمشي، أكلت كبيت بالنهار بعدين قامت، حسيت إنه هاي الشريحة عم تتقبل. يعني هذا الطفل اللي عمره 4-5 سنوات عم يستقبل، عم يستقبل هذا الشيء بحدودية المعلومة اللي عم تدخل عليه. هاي الشغلة نحن استقبلناه هون. كمان لاحظنا إنه الأطفال لما في رحل، طبعا نحن بنقوم برحل مجاني، عم يتم تنظيمه كمان للأهالي، عم
كمان عم يحبوا انه يكونوا معنا. طب نحن يعني حبينا هذا الشيء، طبعا بنتمنى نحن نستوعب كل الاطفال، كل الاطفال بنتمنى نستوعب كل الشرائح الموجوده معنا بالمجتمع. في عدد معين لا هلا نحن حددنا من 50 ل 70. هو نحن مفضلين صالون بالمديريه تمام لنستوعب هدول الاطفال، يعني نستوعب اطفال بدنا نعمل. بس كان الاقبال بظن تفاجئت بانه الاقبال كان كبير، كان كبير خاصه انه خدمتنا قصه السنه انه نحن وقت اللي حطينا اعلان النادي البيئي كان في عنا معرض الزهور صح، ومعرض الزهور كان في عليه اقبال كثير هالسنه، فنحن حطينا الاعلان وصرنا نوزع بطاقات عن السنوات السابقه كان يكون النادي قبل معرض الزهور فما كان يكون الاقبال لهالدرجه يعني. خبرينا اكثر عن هي المساحه الخاصه بمشاركه مديره البيئه بمعرض الزهور وشو اهميه مشاركتهم بمعارض ثانيه. هلا معرض الزهور اكيد بتعرفوا حضرتكم تنظمه وزاره السياحه ووزاره الزراعه بالتعاون مع محافظه دمشق، جناح مديريه البيئه جناح متنوع بالنباتات الموجودة فيه والأزهار، ونحن عاملين زيادة عن باقي الأجنحة. طبعاً حكيت أنا بكذا لقاء ورشات الرسم، ورشات إعادة التدوير، مسابقات بيئية، عم يكون في تنسيق مع شركات خاصة. ليش؟ قديش حلو انه انت تحفظي الطفل ببسكوته او بعلبه عصير او ببشار او بهديه. هي الكاركتر استاذي والكاركتر الموجود يعني بلبسوا كاركتر يعني بيعملوا جو. عم نحاول يعني انه نستقطب الاطفال قدر المستطاع بس حتى نوصل له المعلومه بدون ما يحس على حاله، هيك بطريقه محببه للطفل انه بالنهايه عم يطلع الطفل خلص انه بنوعدك انه بنحافظ على غرفتنا، بنحافظ على الشارع، بنحافظ على المدرسه. ان شاء الله يستمروا يعني بتذكر كلنا كنا بالمدرسه نعمل هيك وبعدين لا لا ان شاء الله. لاحظتي انه في اطفال تواجدوا عنا السنه الماضيه بالمعرض واجوا لعنا على النادي ورجعوا مكملين ورجعوا كملوا النادي المدرسي. وهي السنه كمان كانت كثير عم تيجي هي الاطفال ويسالونا امتى النادي؟ امتى النادي؟ مضروري كثير يعني الحمد لله انه وصلنا لفئه كثير كبيره وعدد كثير كبير. اكيد يعني نشر الوعي والثقافه بهذا الموضوع توسع دائره الوعي البيئي عند المواطنين، اهميه مشاركه البيئه بالمعرض الزهور او ببقيه المعارض انه بتوسع دائره الوعي والثقافه والمواطنين. وقديش هيك فعلا يعني عم ترجع مؤسسات الدوله هيك ترجع تشتغل مع بعضها لحتى تامن يعني المتعه والفائده بنفس الوقت للمواطن السوري من خلال معرض الزهور القائم، وكان اقبال كثير كبير عليه كبير. واكيد مديريه البيئه يعني اكيد مشكورين جهودكم، يعطيكم الف عافيه. استاذه ميرفت نورتينا، يسعد صباحك وانبسطنا فيك كثير. استاذه ميسم يعطيك الف عافيه، انبسطنا كثير بحديثك وكل المعلومات الحلوه يلي فهمتينا عن هي المديريه. خليكم صباحكم يسعد صباحكم. شكرا كثير لكم، اكيد بدنا نشكركم كثير، بدنا نشكر كل حدا بيساهم برسم صوره حلوه عن البلد لانه بلدنا كثير حلوه. يعني الله يحمي هالبلد والحمد لله يعني بلدنا حلوه بكل فيكم اكيد بفضل جهودكم ومؤسسات الدوله املنا يعني. فشكرا لكل حدا بيقدم اي شيء صوره حلوه عن البلد، شكرا لكل الداعمين لمشروع النادي البيئي ان كان سياده المحافظ، ان كان الجمعيات الصديقه للبيئه، ان كان الوزارات كلياتهم يعني اللي عم يدعموا، شكرا لكم كثير وان شاء الله من خلال شاشتكم بس هيك انه عن جد نوسع هذا المشروع شوي. شكرا ان شاء الله نامل زيارتكم كمان اكيد يعني. اكيد اكيد بنتشرف بوجود هيك فعاليات ضمن البلد. يسعد صباحكم. شكرا كثير، شكرا صباحكم.